احذر أن تنشئ ولدا صالحا، احذر أن تنشئ ولدا صالحا. غلط أن تنشئ ولدا صالحا. العفو، أنا شكلت شنو قلت أنا يا تويتر؟ وأنا مصر عليها، لن ينفع في هذا الزمان ولد الصالح، إنما ينفع المصلح. طبعا الصلاح خط هش ممكن ينتهك بسهولة، لكن الإصلاح خطوة أعلى. سورين عندك، سور الصلاح وسور تحركه بالمثل عشان يغير ولو بقلبه. مصيبتنا اليوم أننا ننشئ صالحين ونقبل بهذا الحد الأدنى. والصالحون يهلكون إذا كثر الخبث كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ أنتوا شايفين اليوم حجم البلاوي اللي دار مدارنا، صح؟ واللي سقط فيها صالحون، لكن نجا منها المصلحون. يشعرون بأنهم غرباء، ما يخالف، طوبى للغرباء، يقول صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة؟ إيه؟